اهم شيء الاخلاق. اوه لقيت غنم 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 كثير. غنم كمية الغنم بس اللي هنا. لازم الله لابس عشان اطور ولا ايه لازم لابس عشان اطور. ايش وش التحديث المخيس؟ حتى بالتحديث 1.7.2 بلا فنطرة. سلامات ليش طيب؟ كريبر 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 كريبر. بسم الله خرج اهلي. اعتقد عشان يحطون فائدة من ال خروف خروف خروف. يعني الحين كل ما ابغى اطور لازم ادور لي لابس. ايش ذا الخياس يا اخي؟ بس ما ياخذ منك كثير اللابس. كم؟ بس شوف صار الحين صح انك اي بس صح تحط لابس مو بسالفه انه صح انك تحط لابس. بس تدري ايش الفائده؟ كل ما تطور على ليفل 30 بس ياخذ منك 3 اكس بي بس. ياخذ مني اكس بي ولا ياخذ مني لابس؟ ما ياخذ والله. بسم الله خوش عليك. تزرع تغير بشي صح. سيتا ديسباسيتو بيجين دي ريش مدرشة ديسباسيتو. الحين يقول لك واحد لالا بدي اكل يا بن عالا. بس كانت فضحت هنا ما عندكم كهف. هذه ايرون جنب بيتكم سكين عليها. عندنا ايرون مره كان عندنا سكين كان بثلاث. والله صادق لازم تجيب لابس. بدك لا بإن في كيف تروح معايا تدور وين تو؟ تعال تعال وين في البيت. تعال تعال عند البيت طيب عشان اعرف وين. انا في البيت. انا في البيت اصلا بروح اطبخ الاكل اول شيء. شيخ جاوب بسرعه وات فاك. تعال تعال عشان بطبخ في الاكل قاعد بس انا فيك. هاي تعال ما كنت ولا اطبخ. خلينا هذا احط معك هذا لحم شت ممكن اطلع. لا تاخذ الاكل بدك اكل. انا باخذ شو اسمه دقيقة اخذ شوي من هذا بس نسيته. عاتم تبي تسمع نكتة؟ لا شكرا. بيتك والله النكتة الله يصلحك. وشو ذا؟ ايش الخياس؟ يلا يا كيف يا كيف؟ اول مره اشوف بيت بتمسك والله. لسه لسه كملنا. يلا تعال كيف يلا اوكي يلا نلعب. بسوي سرير بسوي كمان سرير. بدنا واحد صوف مين مع صوف واحده؟ انا عندي صوف تعال. اوكي خلاص خلاص خلاص. هاي سلاك يا ابن حاتم. واي اختفيت. ايه ده؟ لا بس هذا العمود اللي انت مسويه هناك انا متاكد اكد لك 100% كريتيف. فان صعب هذا الاشياء تسويها والله تافه. بس انت ما تعرف كيف تصلحها ولا انه من اتفه الاشياء تسويه. من اتفه الاشياء تمام. كيف وصل من هنا بسرعة؟ هيا جالك هيا جالك جالك شو اسمه هذا محقق كونان. الله العظيم يا محقق كونان. يا طيب وش ما قلت شيء اسأل. سوى السرير سوى السرير سوى السرير. تعلموا تعلموا يا عمي تعالي 1.6 واعلم ابو شكلك.
واحد تحديث 6 واحد 6 تعال 1.2 لا 1.0.0. والله تعال اقسم لا ادعس اللعب دعس كذا ترى حملك هذا سوي طريق ما يشفيك. طيب ليش حط هذا؟ طيب هذا ليش حطه؟ وين هيت الارضيه دائما كان بتغطيها ولا خلاص يعني عشان بجيب سيل معي تنام كيف عشان الكاش خلاص كاش ايه تعرف تعرف ايش قاعد اسوي انا بس ما في دقيقه انا اتحمست احشش اجيب كريبر كريبر هناك جيب سرير تنام عشان يروح ال خذ تعال 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 تحمست زيادة انا نام وتعال والله ايش ذا البيت؟ أول مرة أشوف سرير أبيض. الله أكبر. تعلم يا. وش هذا يعني تكسر باك ولا كيف؟ نام ونام يلا. نام نام يا سعود. كيف أنام؟ يا سعود العلي نام بسرعة. كيف أنام؟ حلوة هي. لا تخيل يجي واحد يجيك من الحياة الواقعية يقول لك كيف أنام ما أعرف أنام. يا الله صدق ما أقدر أنام. لازم نشوف مقطع بالفانتوم هذاك في اليوتيوب. اي مقطع؟ اوه شت كريبر في كل مكان يا بوي. اندرمان مجاني يذكر فيني. اللي يبغى له صوف 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 امشي الاخلاق اندرمان. بس كيف عندك شعب؟ كيف عندك ام بي سي كثير؟ ها؟ حوش لا بس يعني عندك حيوانات في كل مكان مونسترز في كل مكان كثير يعني كم حاط الرامات على السيرفر؟ ماني فاهم كم حاط رامات على السيرفر؟ لازم اكلمك ما ادري صراحة واي ليش؟ ايش يعني قصدك في اشياء ترندر بسرعة وكذا؟ لا بس شو اسمه ما بس كثير قبلك تم تفجيره قبل الهجمة كيبر خرجت من وين جاني؟ خرجت من وين جاني؟ من وين جاب الاغراض؟ داعش يقول سيطر عليهم دواعش 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 يا اخي الكريبر فجر هذا المكان كله لازم نضويه اجيب شمع طيب اوكي مثل وش تجيب ليش؟ اه سعود العلي عذبك ها؟ وات؟ رد رد طلعش معايا يا ابي هاكرك لا 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 شي شي ريدستون شيله ريدستون صار موضة قديمة مرة صار اكبر اخفانينا ذي الموضة هند يا احنا والله من يوم والله من يوم ما شفت بيتك ولا غسل يدي اي بيت؟ البيت ذاك بدون سقف هذا مو بيت من قال لك انه بيت؟ يا ويلي هذا منطقة صناعية ترى منطقة التصريف الحلو بس والله جد اتكلم يا ابيض والله بكيفك صدق ما تصدق انت بكيفك ما كذا ولا كذا انا مصدق ما انت مصدق من اللبس من اللبس في لابس ولا في؟ بروح انزل كيف انا؟ مين ينزل معاي؟ سعود انزل معي كيف؟ طب اسحبني الى خالد لا خلاص هو يسحبني ايوه الحمد لله وديك لا 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 ماني صاحب احد ماني صاحب احد نحن من امك وانت وياه اشتغلوا اشتغلوا بدون سحبات سحبة انت انت اللي ما من يوم كان عايز اكلمك ولا اي صح انا قلت لكم شو هذا طيب لا بس صار والله من جد كنت شو هذا انا قاعد شيء في الدرجات اي درجه شكلك جبت العيد لا والله
بلوك. مش كده يحط بلوك ليش؟ كم تتوقع جب؟ بس هذا شهر ايش؟ اما طلعت الدرجات عندكم والله غريبة. ها كم تتوقع؟ دجاجة تسعينات ولا ثمانينات؟ انت كم تتوقع طيب؟ ادنى عطني طيب رقم كراني الله اعلم 92. ويكل تبن انت جاي تحطمني بس خلاص انا قلت لك اثنين اوكي 86 طيب ها خلاص كم؟ 86 وشرعي 86 ايش تبي بعد اكثر من كذا؟ روح انتحر روح انتحر اذا انت سويت اول انا بنتظر معك مجيد يا اخي روح انتحر انت يا عمي ما جبت نصها يا ابني تقعد تهيط على اهلي تعال وجهك شرع وجيب 80 يعني انت علمي خلاص اجل اجيب 50 عادي ما عندي مشكلة ليش علمي انا لا مو كذا حرام عليك يا عمي ترى مو بالشرعي نفس الشرعي حقنا يعني الشرعي حقنا صعب والله نفسه بلا فنطره وبلا حد والله العظيم والله العظيم انه صعب نفس الماده ونفس كل ما هو والله العظيم انه صعب هذا انا احلف لك مش تعرف يعني ما كذب انا شو قاعد يضحك تمام استغفر الله العظيم البنطل يسمونه فنطل 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 يا المربرف طيب مين بلاقي جاي تشوف يا المربرف اكلك يعني انا ما افهم الكلمه بس يلا اضحك لك والله لا تبيني احلف انك ما تعرف معناتها ما اعرف معناتها عشان كذا قلت لك ماني فاهمك قاعد اقول لك اصلا كلمه عامه مو كلمه يعني من الشرقيه ولا من حسن لا ما اعرفها والله يا ايش يا ايش عيده مربرب ما اعرفها واتمنى انك ما تقول لي عشان ما ابغى اسمعها منك مو بوصفه طيب يا ابني يا كم دنت تيل مي بس انك لا بس انك انت اسمه ضوء سن ضوء ضوء سن صح ضوء وش هي سوء الظن ايه ما يصلحك لو ظلمتني انا مرة ما بسامحك حسسني دافعك انا الحين ولا ما بتسوي ابدا User disconnected from your channel. مين طلع؟ الو خدعتك حسب نفسي ان انا طالع لا مو انت اضافك فريند اول ما تطلع انت اعرف انك طلعت ولا لا لكن انا شكل اخوينا هذا ضاع شكله بعد ما User joined your channel. لا يا رجع الو الو وين رحت؟ علق المايك مش دخل السيرفر ديسكونكشن يبغى يعطيك تصريفه مو بعارف انا احنا تحط من الداك لا والله ما حط حط بلوجن هذاك اللي تكسر ركب مود ركب مود اي مود يا حط لك اكستريم مود الله المستعان عن امه بك اشطفت بلابا شطفتك بموت موت 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 لا ويقول عني انا نوب الله يصلحك يا ابني لو تلاقي تنزل علي اسمك رامل That's what they all say. يا جماعة الخير مين عنده خشب؟ أنا كان عندي خشب بس مت برجع 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 حاتم يسوي سلاش كيف؟
من حاتم طار 64 حبة. اوكي خلاص جبت من الصندوق. والله لا تموت تموت. والله السحر السكن لازم اغيره يا ابني. بيس اولد سكول يا ولد. اذا شفت الميناء تقول صح هذا ميناء صح. ميناء على حاويات وكذا. الله المستعان. سيتو ما حاولش اعلمك يا ابو حاتم. ايش اللي علمني؟ ايش اللي علمك؟ قلبين قلبين قلبين. سيتو بموت بموت بموت. توفي بدي شيء بدي شيء ينزل. هم سلكين انت جنب لحالي ابن عادم زعل يا غبي. خويك هذا مين وينه؟ تعال كيف جايبنا في الكهف؟ يا انا والله قاعد اشتغل على الميناء. يقول لك يبغاك يحتاجك يا ابوي. شبك يموت كل شوية حمار. خاف خاف نزلت نزلت نزلت. سيتو يا اخي بالله اذا ما اشتغلت انا على الميناء مين يصدر لكم اكل وكذا؟ علينا يا ابويا. ايش في؟ لا عشان الدولة تصدر. يعني انا قاعد اسوي دولة ترى الحين قاعد ابني هنا دولة. قول كيف حالك بس؟ بالله ابشرك بخير. وين الغراب راحن؟ اكس بي الحمد لله. هذا بنفعني بس رجعت كل شيء رجعت كل شيء. لا بالكتلة وانا يا سعود. استغفر الله والله العظيم كنت بقول كلمة. وينك طيب؟ وينك جد والله اتكلم معك. وين وين تتوقع؟ متى وش قلت لك انا في البداية؟ كيف 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 كيف؟ ثانك يو. ايضا هو يفهم اكثر منك يا ابني. انا اكره الريبتيتيف كويستشنز. ريبتيتيف اسمها ها؟ ريبتيتيف صح؟ ريبتيتيف ها؟ ريبتيتيف او ريبتيتيف. لا ريبتيتيف الا صح علي يا كذاب. يتفلسف على اهلي من حاتم الحين. يلا وش؟ وش وش اللي وشه؟ وشه؟ وش اللي صح؟ يا تقول انت كنزك ذاك الله خير. وين عالي لقيت ريدستون. لقيت مولد. ايش بك تضحك يا اخي؟ ايش تبي يا اخي؟ انا اضحك اني اضحك بحالي. والله قاعد اسكيب حالي. بس يا اخي كل ما اشوف بيتك يا اخي ضحكني. ايييييي نفكر ذا بيت. لعب لعب طيب يا اخي عادي يا اخي. ايش فيك انت لعب؟ الله يسلمك. عشان لعب ذاك البيت. صوب بيت زين خلاص لا تقد. نارك هذا مو بيت كيف تفهم انت؟ ايش؟ هذا مو بيت. وش يا عمي هذا تابع للميناء افهم. ما
لو انك تفهم معنى كلمة ميناء اصلا. يا ابني انت تتعلم انجليزي انت تتعلم عربي. انا ما قاعد اكلمك بالانجليزي، انا قاعد اكلمك ميناء بالعربي. طيب تعال تتعلم انجليزي قبل ما تتكلم. دخل انجليزي الحين. ما ادري يا اخي، قاعد اضبط نفسي. شوف عيال عيال، اذا علقتهم كليك كذا يسوي زي الحركه. توك تدري توك تدري انا هكر يا ابوي، انت ايش تدري؟ انا ما ادري ايش قلت والله، بس يلا انت مشغول باللعبه. سخر بعضي. محمد تهكر. مين؟ الله اكبر. مين تهكر؟ سعودي سعودي سعودي، شو اسمه سعودي تلبورت عندك؟ لا انا عجزت يا عمي، ترى والله معلق ما ادري وين انا. ما يجوز الا ما يجوز وين قايل والله. لا هاي سب 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 سعودي سعودي. مسوي تلبورت. طيب زومبي زومبي. وخر 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 سيتو. فجر تي بي سعود. بالله بالله ايش رايك بالميناء؟ اقسم بالله شيء رهيب. انت الحين بالله تستخدم كل هذا؟ ايش؟ تستخدم نطفر اكل جماعة. الحين هذا وش ذا؟ وش ذا؟ هنا ايش هذا؟ هذا فيلجر يعني؟ ليش؟ اوه ماي جاد. جيبوا نحوي ليه؟ يا عمي وش قاعد احاول اطقه. انت بعد ما تسوي ما تعلق كليك عشان تضربه. اوه وش اختفى والله، انا شفت وجه قبل شوي اختفى. تعالوا نام تعالوا نام تعالوا. اي بحط اللي ابسه طور. ما ياخذ اهلك استغفر الله. لا والله ما يصير، لا والله ما يصير. والله منظر رهيب يا رجل. بدي لي الميناء بس يبغى لي كمان. الله يسعدك يا ابن حاتم. ليش؟ انت من جدك هذا الحين عاجبك؟ ها؟ سام يبا ابشر. والله اذا هذا عاجبك انا صراحه اغسل يدي منك. ايش هو؟ وش هو؟ يعني وش يا اخي؟ لا تستقبل على اهلي. والله اكلمكم جد عن اللي قاعد تتكلم. هذا يعني بالله عليك هذا بيت؟ اي بيت؟ هذا البيت الحين قاعد تشوفه؟ شوف ما يمدي نفتح هذا. تكسر. والله ما يمدي نفتحه. انا عارف هذا مو بيت. هذا مو بيت يا فنطل افهم. تستهبل الاهلي. والله تسوي جزمه عشان ما يمدي تفتحه. قلت انت عارف شو يعني هذا؟ انت عارف هذا اول قبل ما تتكلم؟ والله انا دائما سكران. والله ما يمكن ما في احد سكران غيرك هنا. لا من جد يا اخي ما يمكن افتحهم حتى. انا عارف هذا اسمه ميناء يا ابن الحلال. ميناء ما في ما لا تفلسف على اهلي، ما يمديك تفتحهم يعني خلاص ما اقول لك ميناء 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 افهم ميناء. تكسر دروعي يا ابني.
اكيد بيكون مقفل، اكيد بيكون مقفل. اجل ايش بخليه مفتوح اي واحد يجي. كسرت اول درع يا رجل، اما اروح اسوي لك درع جديد عادي. سوى هذيك حركة السيف كذا ربع على مين. لا حلو. وين طب وين الكهف حقكم ذا؟ اي كهف؟ ما ادري لي الحبيب هذا بات قاعد يتكلم عنه. اح وش ذا بلق؟ صراحة أنا ما أدري استهل من جد لا تسوي هذه. هو شوف شوف هذا ما راح أكلمك، هذا جامد بس هذا ما أدري إيش قصته. حتعرف حتعرف بعطي لك بعدين أشرح لك بالتفصيل. وات فاك راح لك بعدين يعني هذا يعني قصدك إن هذا شكل بس هذا يعني ما تسمع عندك تستخدمه. إيه أبيض شكل خير. انت عارف ايش هذا بالضبط؟ هذا الميناء اللي يكون في البحر اللي يتم تصدير اشياء من برا من برا الدوله ويتم استيراد وتصدير. كيف فيعني مثلا هذه الرافعات تسكن سفينه، تجي سفينه هنا وينزل هذا الرافع ياخذ منها البضاعه ويتم اضاعها هنا، اضاعها هنا بصناديق. عرفت الفكره؟ طيب بدك تسوي سفينه في ماينكرافت؟ أشوف ممكن أسوي سفينة يا أخي. شو الفائدة طيب؟ ما عندك تسوي. خلاص على أساس يعني شكل. أقول لو تسوي بيت أصرفه كله حرام. لو تكمل على بيتك ذا على قولتك. تقول مو بيت. في واحد محطم يا رجل. لا يا أخي والله العظيم لا بس. تضيع وقت الوقت. كريتيف ما عندي مشكلة بس هذا صفار يعني. شوف طحت بسببتك اهم شيء الاخلاق. ايه الاخلاق الله يصلحكم. ضيعت ما اقول كيف حقي. وين هذا ابو دبي؟ الو ابو دبي ما عارف كيف ما يتحرك. What happened? تذكر. What? أقول أنا أقدر زين. مش ترى خان يعني بشكلها. طب اسمع اسمع ابن حاتم. Yes. أنا بروح أصلي وجهك. ليش؟ صلي بعد وش صلي عصر. Okay. قل لهم رب نجيكم رب نجيكم. Okay.